ثلاثة هزائم متتالية في أربع جولات. مستقبل جابس تحاول العاصمة لمواجهة منافس من الحجم الثقيل. الترجي اللي حقق أول فوز ليه في الجولة الفارطة كان يبحث اليوم على انتصار أول على ميدانه منذ انطلاق البطولة. محمد الكوكي صحبة كامل الإطار الفني لمستقبل جابس في المدارج بقرار إداري من الحكم عامر شوشان. الترجي بإصرار كبير على التهديف يدخل منذ البداية في جوهر الموضوع. كرة العكاشي ما كانتش بعيدة على شباك الأسعد الهمامي. رد فعل مستقبل جابس ياتي على إثر كرة ثابتة نفذها الطبوبي. أسامة العمدوني سدد بالراس فوق المرمى. الترجي تعدل السرعة القصوى. أفول يتوغل من اليمين يمهد للدراجي. 1-0 للترجي في 28 دقيقة. الضغط يتواصل من الأحمر والأصفر. مخالفة نفذها المحيرسي. شمس الدين الزوادي ينجح في مغالطة الحارس العمدوني. 2-0 للترجي في 32 دقيقة. 3 دقائق بعد نفس سيناريو الهدف الأول ليعاد. العكايشي من الجهة اليمين يمد كرة للدراجي دون صعوبة يضيف الهدف الثالث والثاني ليه في المباراة. 3-0 وشوط أول كاد ينتهي بحصيلة أكثر. بعد ما ضيع الدراجي كرة الهدف الرابع ثم أفول في موقع مناسب يضيع فرصة هدف آخر. ومحمد أمين الورغمي ما يستغلش كرة ثابتة. بن شريفية يتألق ويفسخ هدف محقق المستقبل جابس. محمد الكوكي يرجع لمكانه الطبيعي بعد ترخيص من الجامعة. والترجي يرجع لهز الشباك. أقل من دقيقة العكاشي بلقطة ممتازة ذكرنا بهدف تونس ضد الكامرون يضيف الهدف الرابع للترجي. 4-0 مستقبل جابس ينجح في تذليل الفارق عن طريق المالي الشيخ توري. أول هدف يسجله مستقبل جابس بعد 3 جولات. 4-1 أسامة الدراجي يضيع إمكانية هدف آخر. وأحمد العكاشي يصر على معادلة أهداف الدراجي يتجاوز الحارس ويسجل الهدف الخامس للدراجي. 5-1 مستقبل جابس كان قادر على التهديف. العطوي كاد يغلط بن شريفية ثم محاولة من بغداشي كورته محاذية للمرمى. والترجي يعود لمهرجان التهديف. شمس الدين الزوادي دور رقابة في دفاع مستقبل جابس يضيف الهدف السادس. 2 للزوادي 2 للدراجي وزوز أهداف للعكاشي. والجويني يرجع من جديد لمعانقة الشباك ويسجل الهدف السابع للترجي. 7-1 الترجي يضرب قوة ويقترب من الطليعة ومستقبل جابس ينهزم للمرة الرابعة على التوالي. فرحان برشا زاد بالاداء والنتيجه من الاثنين واللي يهمني انا الحق باش نفسرلك قبل المقابله هي كانت صعيبه معناها ريلاتيفمون صعيبه علينا كيفاش باش نكونفيرميو اسكو ريالمون احنا بدينا نقفوا بالكدا اسكو معناها الملاعبيه شدوا معناها الثنيه الباهيه بعد مقابله من زرت دونك الحمد لله ربي من الشوط الاول معناها وانا كونفيرمي لا بون سونتي نتاع الملاعبيه والتركيز نتاعهم واحد والحمد لله معناها اداء ونتيجه وان شاء الله المستقبل يكون خير بالخدمه. كان حسين الحربيوي باش يقدم الاضافه للترجي الذي تونسي؟ والله يلزم يخدم على روحه. نحب نقول لك اللي عندي زاد ان شاء الله نيونغ عاود يرجع بينتو الحربيوي يزمو يشمر على درهانه كيما صحابه الكل معناها يزمو يخدم واذا كان ويعطينا الحق معناها بوسيبيليتي اخرى ساعات كي نحبوا نبدلوا معناها لو سيستيم معناها نجم يعطينا بوسيبيليتي على شرط يزمو يخدم. اكيد احبه مستقبل جابس غاضبين جدا توا على الفريق لكن انا متاكد ونقول اللي فما مؤشرات ايجابيه وبالعكس النتيجة هذه اللي هي كبيرة وأنا شخصيا كمدرب أول مرة نخسر بالنتيجة هذه يلزمنا نستثمروها من الناحية الإيجابية وما نرميوش سلاح. الموسم مازال طويل عندنا ماتش كابيتال المباراة الجاية ضد ترجي جرجيس تحملوا مسؤوليتنا الناس الكل. الهزيمة هذه يتحملها الإدارة يتحملها الإطار الفني يتحملها اللاعبين الكل نتحملوا مسؤولياتنا ونبنيوا عليها الهزيمة هذه كما قلت رغم الالم الكبير اللي نحسوا به كسوا احنا كاطار فني ولا لاعبين ولا هيئه مديره وخاصه الاحباء. كيف يمكن للاحباء انهم يكون عندهم يمكن خطاب واضح اليوم ورصين انه راهو 3 نقاط خسرهم مستقبل جابس مهما كانت النتيجه، هل يمكن اليوم قراءه واقعيه للوضعيه والمباراه حسب رايك عصام؟
لا للاسف النتيجه ديما تهول الامور، معناتها النتيجه العريضه اللي حققها الترجي الرياضي اليوم اكيد مش تغشش برشا من احباء المستقبل جابس، لكن المدرب يعرف ممكن اهله مكه ادرى بشعابها، ممكن سي محمد الكوكي يعرف مليح كونه ثم مؤشرات ايجابيه قاعده تتغير في الفريق، على هذا هو يشوف في افاق احسن معناتها بالنسبه للمباراه. هو للامانه قاعد نتبعه في المباريات الكل، لكن بليل الخفيفي اليوم كان مردود ممتاز وممتاز جدا بالنسبه لمستقبل جابس. يظل يجب الحفاظ على لاعب كما هذا ليصنع كوره، ليلعب كوره، ليعرف شو يعمل بالكوره، لكن كما قلنا 7-1 مش سهله بالنسبه لمباراه اولى. شكري الزعلاني من سوء حظه جات اول مباراه ليه معناتها مع الترجي، والترجي قاعد معناتها يلقى فيه الرزنامه ما تعاونش في بعض الاحيان للاسف الرزنامه ما تعاونش. تفضل مهدي. جوست نحب نسمي الاسامي الملاعبين الموجودين في مستقبل جابس. لسعد امامي حارس عنده خبره، مروان الغول لعب عنده تجارب مع الترجي مع النجم مع حمنلف وغيره، ايمن العياري خبره في البطوله، يسري تويتي كان يلعب عامل في المرسى، حسام التبوبي، فادي الهميزي، امين الورغمي، اسامه العمدوني، على الاقل هذوما سميت 8-9 لاعبين لاعبين في الرابطه الاولى عندهم الخبره. نتصور انه مستقبل جابس مقابله خسر اكيد انه عندنا انه محمد الكوكي نتصور ينجم يخدم على الملاعبيه هذوما، ما فماش مشكله بالنسبه لمستقبل جابس. كما قلنا الرزنامه ما تخدمش بالنسبه للترجي الرياضي التونسي بعد انتصار في بنزرت اللي شفنا سيناريو المباراه، يرجع يسجل 7 اهداف كامله. فيش مهم الانتصار هذا شكري زعلان؟ مهم اولا لانه مواصله للانتصار الفارط اللي هو ضد نادي رياضي بنزرتي، ونذكروا مليح ان الترجي كان منهزم ثم حول الهزيمه نتاعو الانتصار، جاته فرصه على ارضه وعلى امام جماهيره انه يحق انتصار ثاني، جاء اداء ونتيجه خاصه بعد 7 اهداف كامله بالنسبه للترجي الرياضي التونسي. شفنا ثنائيه للدراجي، ثنائيه لشمس الدين ذوادي، كذلك احمد العكيشي وهدف الهيثم جويني، معناتها المهاجمين تاع الترجي سجلوا، اللاعبين اللي المهمين بالنسبه للترجي الرياضي التونسي خاصه شمس الدين ذوادي. هذا مهم للثقه؟ بالطبيعه مهم جدا، خاصه شمس الدين ذوادي اللي شفناه معناتها بدايه صعيبه في هو والدراجي معناتها والعكيشي بداوا بدايه موسم صعيبه شويه معناتها، حتى الجماهير الترجي ما كانتش راضيه على مردودهم، لكن بالاهداف هذوما ترجع اكثر ثقه لامكانياتهم وينجموا يتوصل معناتها المردود نتاعهم في تطور احسن. الترجي اصبح في المركز الخامس ب8 نقاط بربي تصحيح بالنسبه للتقرير حول الميركاتو وقت اللي تقال عن انه الحربوي تكلف 370 مليون، تم ادراج يمكن اموال اللاعب مش كان الجمعيه، هو تكلف 200 مليون بالنسبه لعمليه ولا صفقه الحربوي 200 ألف دينار. تو باش نمشيو نشوفوا يمكن شنو اللي صار اليوم، لخبطه اداريه بالنسبه لمستقبل جيبس والكوكي كنا نحكيو، شوط اول يتبعوا من فوق المدارج، الشوط الثاني على البنك، نتفرجوا مع بعض. صراحة جلوسكم على بنك الاحتياط كان لمدة شهر، كأنه خلينا نحكي من باب الدعابة، كانوا دومي طريف اليوم اللي تعرف يعني لمستقبل جابس من يتحمل المسؤولية هذه، هل قانونيا معناها تسويت الوضعية في الشوط الثاني؟ والله ما نعرف شنو اللي صار بين الشوطين، لكن لهنا معناتها بكل لطف هما طبقوا القانون وانا ما نلومهمش، سواء الحكام ولا الكوميسار دو ماتش، مي بوتيتر كان جاء فريق اكبر من فريق مستقبل جابس ممكن راهم سمحوا للواحد على الاقل من الاطار الفني انه يكون موجود. هشام قيرات، شنو اللي صار باش تتغير الوضعيه بين الشوط الاول والشوط الثاني؟ والله هي اكيد احنا يلزمنا نعطيه قبل كل شيء كيفاش تكون متواجد على معناها مقعد البدلاء، يلزم يكون عندك يا اجازه فنيه يا رخصه من الاداره الفنيه للجامعه التونسيه لكره القدم. هذين متفقين تغيرت الوضعيه بين الشوط الاول والشوط الثاني؟ بعد احنا حققنا معناها بوسائلنا الخاصه تحرينا، عرفنا انه فما ملف تبعث البارح للرابطه والرابطه حالته للاداره الوطنيه معناها الفنيه للجامعه، اعطاوا الاجازه، الاجازه تبعثت ممكن للجابس للنادي مستقبل جابس، اونتر تو معناها الجمعيه متواجده في تونس، جاوا للملعب بدون الترخيص هذايا الاستثنائي، اكيد الحكم والحكم الرابع ومراقب المباراه مش تبقوا القوانين، خلاو سي محمد الكوكي معناها ما يدخلش للملعب في الشوط الاول، ومن بعد سمعنا انه الرخصه جات بفاكس للملعب رادس، ومعناها ما دام عنده رخصه ينجم يدخل للميدان، وهذا اللي صار بالضبط. واضح هشام قيرات عن عمليه بالنسبه للمباراه هذه ولا هذا الاشكال الوحيد هو اشكال اداري خاصه؟ عندنا اشكال اداري جينا عليه فقط. ولا نمشيو مع